عشان نعرف اكثر عن هذا البرنامج وياكم خلونا نشوف معنا على الهاتف زميل رياض الخبران ابو ذوق. حياك الله معنا في بيت المجد. يا هلا والله اخوي عبد العزيز، ويا هلا والله اخوي خالد في هالاطلاله الاسبوعيه المميزه لبيت المجد. مين خالد؟ ما في احد اسمه خالد. من هو ابو الاعلام الرقمي؟ من هو خالد؟ ترى عدلوا جدول النجوم، انت اخبر، انت مدير النجوم اليوم خالد مش موجود. انت فايز يا خالد في الحضور في الحلقه. اوكي طيب، احنا تونا نتكلم انا وخالد، قول الله يعين الاتصال هذا، اتوقع انه راح يكون ثقيل علينا شوي، لكن يعني بنمشي الامور ونخلص الاتصال. طيب لكن اوكي ابغى اطلع معك في النشره ترى الايام الجايه. حياك حياك ابو ذوق. ابو ذوق وياكم كيف؟ كيف وياكم؟ نبغى نعرف وش يعني وياكم. انت جبت البرومو ايش فهمت؟ والله شفنا في ناس ملاقيف، في ناس ملاقيف كل شوي جاي داخل على الناس غلط. ها اي صحيح. يا ليت تعرفنا فكره البرومو. واضح انه اول شيء بالنيابه عن المذيعين في هالبرنامج المميز، يعني الاستاذ عبد الوهاب السلمي والاستاذ ابراهيم المعيدي، انه تحدث عن هذا البرنامج. من البرومو مفهومه واضح انه فيه امور تصير بشكل عام، يكون هناك الناس يدخلون عليهم بشكل فعلي ويكون هو موجودين وياهم. من هالفكرة، من فكرة البرومو يندرج برنامج وياكم، هو برنامج تفاعلي مع المشاهدين بأسلوب جديد هالمرة، وهو أسلوب عن طريق ليس الاتصال، وفي فقرات فيها الاتصال، ولكن الفقرة أيضا الموجودة اللي هي عن طريق الزوم، وأيضا يحتوي البرنامج عن فقرات مختلفة متنوعة، يعني ابتداء من المسابقات والتحديات اللي مع المشاهدين عن طريق الزوم أو الاتصال، أو أيضا الفقرات المتنوعة ما بين الثلاثة المقدمين، أو الفقرات أيضا من تقارير أو مشاوير تكون حاضرة في برنامج وياكم. فحنا وياكم مع الجمهور ثلاثة مذيعين وفقرات متنوعة تفاعلية على شاشة قناة المجد. طيب أبو ذوق صح؟ والله اللي تبي كل ما سبق. أنا أبو الإعلام الرقمي توي، انا انتبهت انا ما سمعتها منك والله، سمعتها تو في الهاشتاج، قصدي شفتها في الهاشتاج. اي انت قلت خالد الرقمي. ما تبي خالد، سميتك خالد وقلت لك انت فايز بالحلقه بوجودك ان شاء الله. لا بعدين قلت فهمها. وبعدين قلت ابو الاعلام الرقمي. لا كذا مطولين سماجات يعني والله ما ادري، لازم جاء اذا جاء لازم رياض. طيب بسال انا عن المقدمين، ما تحس ان التشكيل غير لبيه؟ انت على الطاري تقول مطولين بالسماجات، هنا سر المهنه في البرنامج، جمعنا افضل ثلاثه اشخاص. أي أنا يعني ما شاء الله تبارك خلطة غريبة السلمي بسمته بأسلوبه، عبد الوهاب نفسه قوي. أيوة. قوي إبراهيم قوي. إبراهيم المعيدي أيضا يعني بفكره المميز وأدائه الكوميدي، فحنا الثلاثة إن شاء الله يعني نكون ثلاثي، مو شرط يكون متفاهم، يعني مو شرط ثلاثي يكون متفاهم، لا في اختلافات ما بيننا، في إشكاليات، في تحديات مع الجمهور، الجمهور حيدخل مع من فقرات التحديات مع كل واحد من المذيعين. فكرة البرنامج وياكم أن يكون في مذيع في كل حلقة مع اثنين، يعني مثال الحلقة الأولى مثال عبد الوهاب السلمي مذيع. ما نبغى مثال، نبغى حقيقة، عطل عن اليوم. رياض الخبران وإبراهيم المعيدي اليوم الحلقة صحيح. إبراهيم المعيدي ورياض يتحدون بعض، المقدم عبد الوهاب، الحلقة اللي بعدها رياض المقدم، المعيدي والسلمي يتحدون. المعيدي مقدم، ايوه السلمي ورياض يتحدون. فهذه التشكيله من ناحيه التحديات. اما في فقرات الاخرى في جلسه بين ثلاثه نتحاور ما بيننا في موضوع معين، يكون النقاش حامي في فتره بسيطه وجيزه مشاركه الجمهور فيها. ايضا في فقره مشوار، في فقره من فقرات عبر الزوم اسمها في الميدان. ايش رايك بالاسم كذا؟ فهمتوا شيء منها؟ في الميدان وزوم. واضح انه يعني تقارير هالمرة، حتكون حي مباشر لمهنة من المهن في الميدان، اسم بيت الثاني، كأنها بيت الثاني. يعني مثال أنت الآن الساعة 10 مثال يمكن تكون عندك برنامج على الهواء في قناة المجد، ناخذ زوم عنك وانت في عملك في قناة المجد، واحد لا والله طبيب، واحد في مكان معين في الميدان، فقرة من فقرات. أنا ما ودي أحرق الفقرات، أنا ودي يتابعون اليوم البرنامج ويشوفون الفقرات اللي بتظهر ان شاء الله بشكل يعني متوالي او متوازي. هم راح يتابعون اكيد ما في اشكال، لكن جمهور بيت المجد
ينتظرون حصريات كذا اليوم تلميحة عن حلقة الليلة؟ هو شوف أول شيء حلقتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله كان في وقت من أوقات كان يجي برنامج اسمه آخر كلام، تذكره يا عبد العزيز؟ كأني سامع عنه إذا ما خاب. إيه مقدم واحد أعرفه يعني. الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. إيه فكان وقته متى يا خالد إنه آخر كلام؟ أها. كان 10:15. 10:15 10:15 كان البرنامج هذا؟ إيه 10:15. تقديم من؟ إحنا بكرنا شويتين، إحنا أظن بالتسعة إن شاء الله بإذن الله اليوم يكون حاضرين على الشاشة ساعة ونص مليئة بالتنوع إن شاء الله. المشاهدين يعني حيعيشون مع ثلاثة مقدمين فقرات متنوعة بالتحديات والفقرات الموجودة. عندنا استضافة لمشاهير في الوطن العربي بشكل عام عبر الزوم. ولو في أسماء معينة يحتاجونها المرة عبر الزوم نستطيع نجيب أي واحد يعني عن بعد حنتشارك فيه ويعني نسولف وناخذ من مواهبه ومن إبداعاته من أي شيء كان. هذه من فقرات، أنا قاعد أقول لك فقرات ضمنية ما ودي أحرق كل شيء. والله كان ودنا تحرق والله. خلاص حرق هو، شو أصلاً وش بقى؟ هل بقيت معلومة غير مذكورة اليوم؟ كل شيء أنا الآن عارف البرنامج ما يحتاج أتابع الحلقة بإذن الله. إيه لأنك أبو العام الرقمي إذا ما قلت لك مشكلة. طيب. لا في أشياء كثيرة ما قلناها ترى. طيب أتمنى لكم التوفيق والله وقلوبنا معاكم. وما شاء الله أشوف حتى التغريدات في الهاشتاج كلهم ينتظرون يقولون إن بإذن الله راح يكون برنامج مميز. ونعرف إن الجمهور لما يقول عن البرنامج يعني يحط في باله إن هالبرنامج فعلا بيكون مميز، فعليكم عبء كبير إن البرنامج راح يكون فعلا مميز. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وفالكم البيرة يا رب. أكيد حنا متواصلين.